مرحبا وأهلا وسهلا بالجميع. اليوم في عنا الدرس عن الـ verb to be في الـ present، يعني في الحاضر، اللي هو الـ am، الـ is والـ are، وراح نشوف متى بنقدر نستخدمهم وإيش منهم اللي بنستخدمهم للـ singular، للمفرد ولل plural، للجمع، وكيف نستخدمهم مع الـ pronouns، مع الضمائر اللي أخذناه بالدرس الماضي، وكيف نستخدمه حتى مع الناونز، مع الأسماء. نشوف كيف راح تكون تقسيمة الدرس اليوم. أول شيء راح تكون عنا الـ verb to be versus الـ verb، يعني إيش الفرق بين الـ verb to be مع الـ verb اللي هي الفعل. بعدين الـ pronouns زائد الـ verb to be، كيف بيجي الـ pronouns مع الـ verb to be، وأي pronoun بيجو مع أي verb to be من الـ is، الـ am والـ are. بعدين عنا الـ nouns اللي هم الأسماء زائد الـ verb to be. وآخر شيء زي ما دائما بننهي بالـ electronic worksheet اللي هي ورقة العمل الإلكتروني. أول شيء عنا الـ verb to be versus الـ verb. هلا الـ verb to be does not show action، يعني ما بتفرجيني إنه حدا عم بيقوم بفعل، لكن الـ verb can show an action or state، يعني بتقدر تفرجيني انه الشخص عم بيعمل فعل معين. So for example read, write, play، او ممكن كمان تكون حالة state. A verb to be it can be used as a helping verb، يعني وقت ما تيجي مع verb، وقت ما تيجي مع فعل بتكون استخدامها كفعل مساعد. اما الverb وقت ما تيجي مع verb to be بتكون المين verb، فهي بتكون الverb الرئيسية بالعادة، بتكون المين verb، فبتكون الفعل الرئيسي اللي بتفرجي الفعل. فهلأ هون راح نشوف كيف نستخدم الverb to be. يعني ما بتبين action، ممكن تبين صفة، ممكن تبين noun، وهلأ راح نشوف الأمثلة ونشرح عليهم أكثر. أول شيء عندنا الـ pronouns زائد الـ verb to be اللي هما الـ subject pronouns اللي أخذناهم اللي هما الضمائر. أول شيء عندنا is تيجي مع الـ singular one اللي هو المفرد. He, she, it نستخدم معهم is. الـ am نستخدمها فقط مع الـ I، وقت ما أنا أحكي عن حالي بستخدم الـ am، وهي فقط هي الحالة الوحيدة اللي بنستخدم فيها الـ am، وقت ما استخدم الضمير I وأتكلم عن نفسي. بعدين عنا الـ are نستخدمها للـ plural، للجمع، يعني اثنين أو أكثر من اثنين، اللي هما بنستخدمها مع الضمائر we اللي معناتها نحن، they هما، أو you أنت أو أنتما. So you حكينا قبل نقدر نستخدمها مع المفرد والجمع، بس دائما حتى إذا كانت مفرد أو جمع دائما نستخدم مع الـ you الـ are. فهي هلأ التقسيمة كيف بنستخدمهم مع الـ pronouns. So he, she, it بيجي مع is، I, am، we, they, you بيجي مع are. هلأ هون في عنا examples، وبدي إياكم تحاولوا توقفوا الفيديو وتحاولوا تحطوا يا أما is يا أما am يا أما are. So the first example: he, an English teacher; they, smart children; you, a chef; it, an interesting book. هلأ حسب الضمير بدكم تطلعوا على الضمائر، حسب الضمير بدكم تختاروا الـ verb to be اللي هي is, am أو are. فهلأ وقفوا الفيديو حلوهم وبعدين تقدروا تكملوا في الفيديو. هلأ هون عن الأجوبة، هلأ أول واحدة he is an English teacher، ليش؟ لأنه بنطلع على he اللي هي المفرد، وكانت من he, she و it دائما نستخدم معهم is. تاني واحدة they are، استخدمنا are لأنه they جمع اللي معناتها هما. عنا جمع فاستخدمنا معها are. You are حكينا دائما you نستخدم معها are، سواء كانت مفرد أشف زي ما هي في هاي الجملة، أو سواء كانت جمع دائما الـ you بتاخد are سواء مفرد أو جمع. It is an interesting book. Is
اجت از عشان ات، اللي هي حكينا ات بتيجي مثلا لجماد او بتيجي لحيوان، بس بيكون مفرد. اوكي، هلا بدنا نتطلع على الناونز زائد الفيرب تو بي. فاول اشي بدنا نتطلع على الاز. هلا الاز وقت ما تكون سنجولر حكينا ل one. So for example بدل ما انا احط هي بدي احط اسم. So بدل هي بقدر احط احمد، the man، the student. يعني اذا حطيت احمد بحط احمد is، the man is، the student is. وكيف بقدر اعرف انه هدول مع is؟ لاني اذا رجعتهم شو الضمير تبعه؟ الضمير تبعه he. So the pronoun is he اللي هو one person. So we know we use is. فأي شيء أو أي اسم ما بنكون متأكدين منه شو الـ verb to be اللي نستخدمه مع is, am أو are، بنرجع بنسأل شو الضمير اللي ممكن نحطه بداله، وبعدين بيكون على هواها. فهذول كلهم أحمد the man the student he، فبتكون is. ليش هي مش شيء؟ لأنه كل هذول ذكر. The student ممكن يكون ذكر أو أنثى حسب صياغة الجملة. بس نعرف إنه the student مفرد فبنحط is حتى إذا ما عرفنا إذا student ذكر أو أنثى. She نقدر نحط سارة، my mother، أمي، the teacher، وبنحط is. ليش؟ لأنه she. نفس الإشي هون the teacher ممكن تكون she ممكن تكون he ممكن ما تبين من سياق الجملة. بس إذا بعرف إنه شخص واحد على طول بحط is. It مثلا the cat، القطة، a table، الطاولة. مثل ما حكينا حيوان أو جماد بتكون it، والit كمان راجع ل is. هلأ نتطلع على plural اللي هي نستخدمهم ال r الجمع. هلأ هون رح تكون أسهل لأنه بس عنا تنتين اللي هما we و they. هلا وي بقدر احكي احمد and I، احمد وانا، my brothers and I، اخوتي وانا. So وقت ما يكون عندنا اي شخص او اي مجموعه and I زائد انا معناتها بتكون وي، نحن. Okay. So اي حدا زائد انا، فوقت ما يكونوا and I بتكون وي. في طلاب ممكن يحكوا لك I فبحط am، بس لا، إذا كان I لحال بحط am. مثلا I am، بس أحمد and I، أحمد أنا وأحمد، فنحن هلأ صرنا شخصين، صرنا جمع، فراح نحط are. وهون طبعا بنشوف أداة الربط اللي هي and بينهم، معناتهم أكثر من شخص. شامل أنا. بعدين عندنا they، سارة and تيسير، the students، شخص. هلأ هون عندنا مجموعة بس أنا مش داخل مع المجموعة، بحكي عن حدا تاني أو الكلام عن حدا تاني أنا مش من ضمنهم، فبستخدم they اللي هو هما. So صار أنت يصير are، the students are، chefs are. هلأ you هنا ما بستخدم، ما في إشي بحطها بدل you، لأن وقت ما أنا أحكي مع شخص وأحكي له أنت ما بقدر أستخدم إشي بداله، فدائما بحكي أنت you are. فما يعني هون ما بحط اسم او كلمة بدالها، لانه حتى اذا حكيت you وكان قصدي عن سارة او مثلا بتصير she، اذا كان سارة انت يصير بتصير they. ف you بتضلها you لحالها، ما بتاخد nouns زي ال I. يعني ليش هلأ هون بس شفنا ال are وال is ما شفنا ال am؟ لانه ال am بس بتيجي مع I وقت ما أحكي عن حالي، بس بتيجي مع ضمير. أوكي، هلأ هون نشوف examples. نفس الشيء هون بدكم تحاولوا تطلعوا على الجمل وتحطوا is، am أو are، تحطوهم بالفراغات. فحاولوا هلأ وقفوا الفيديو، حلوهم، وبعدين بعدها بتكملوا في الفيديو. Okay, so خلينا نشوف الأجوبة مع بعض. أول شيء عندنا مريم is a student. هلأ ليش حطينا is؟ لأنه مريم
شخص واحد وأنثى فهي بدال she الضمير she وshe دائما بيجي مع is. The neighbors are nice. هلا عنا the neighbors وهون بنشوف إنها plural يعني الجيران وبنشوف إنه في s اللي هي s الجمع. فا the neighbors مجموعة وأنا مش من ضمنهم فهو راح تكون they. They are nice. عشان جمع بحط are. The table is small. The table اللي هو جماد فبتيجي it الضمير it ودائما مع ال it نستخدم is. The dog كمان هون عندنا حيوان الحيوان والجماد زي table dog قلنا بنستخدم معهم it فالضمير it فهون رح يكون عندنا ال verb to be كمان is لأنه دائما ال it بيجي مع ال is. طارق أحمد and ليلى are late فهون عنا ثلاث أشخاص طارق أحمد and ليلى ثلاث أشخاص فهو they لأنه أنا مش ضمنهم فهم مجموعة هما they are late فكمان بحط are لأنها جمع. My sister and I are beautiful بنحط are لأنه فيها we نحن. ليش هذا نحن we and مش they؟ Because عنا my sister and I أختي وأنا فبنحط are. كمان مرة هون ما بنحط am لأنه ما عندي أنا لحالي عندي أنا مع أختي وبينها في أداة الربط اللي هي and. Hey guys يعطيكم العافية شكرا للحضور. أي حدا بحب يتواصل معي أو عنده أي أسئلة يبعت لي إيميل على lemao@hebron.edu وكمان تحت رح نحط لكم بالصندوق الوصف رابط للوركشيت الإلكتروني ورقة العمل الإلكتروني تقدروا تفوتوا وتحلوا وتشوفوا كيف حليتوا وتشوفوا فهمكم للمادة التعليمية. يعطيكم العافية.